صفقة الطائرات الأخيرة، وأن الولايات المتحدة ربما تكون في حالة أشبه بالترقب للنظام القادم في مصر؟ بالتأكيد اتفق مع ما ذهب إليه دكتور حسن بأن الولايات المتحدة ما زالت تترقب عن كسب العملية السياسية التي تتم الآن على أرض الواقع، هذا من جانب. لكن لابد أن نأخذ في الحسبان التصريحات المتتالية لوزير الخارجية جون كيري، والتي في أغلبها إيجابي بشكل كبير ويصب في صالح العملية السياسية التي تتم الآن، ولكن ينقصها فقط خطوات أكثر يعني إيجابية. وأعتقد أنها بدأت بصفقة الأسلحة أو بالعشر طائرات، وربما يتبعها أيضا مزيد من الخطوات الإيجابية، وربما تكون هذه الخطوات أو سوف تتم عقب الانتخابات الرئاسية على وجه التحديد، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية وصنع القرار في الإدارة الأمريكية بدأ يستشعر الخطر حينما اتجهت مصر نحو روسيا بشكل واضح، وأن التعاون المصري الروسي بدأ يتجذر أكثر منه يعني ورقة ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى وجود روسيا وتحرك روسيا في بعض مناطق الدول العربية الأخرى، العراق نموذجا، هذا من جانب. من جانب آخر، في النهاية رغبة المصريين وإرادة المصريين هي التي فرضت على الولايات المتحدة الأمريكية، وستفرض أيضا التحول بشكل كلي، وأعتقد أنه سوف يكون هناك إفراج عن المساعدات العسكرية والاقتصادية، وربما تمارس الولايات المتحدة الأمريكية ضغط ما على النظام الجديد وعلى الإخوان للجلوس على يعني حدوث نوع من التفاوض أو حدوث نوع من الاستقرار، لأن في النهاية استقرار مصر واستقرار المنطقة. تتوقع أن تتدخل الولايات المتحدة لحدوث مثل ذلك الوساطة؟ ربما يحدث هذا بشكل واضح، لأن في النهاية استقرار المنطقة هو من ضمن ثوابت الأمن القومي الأمريكي، إن بدون استقرار ثوابت الولايات المتحدة يعني ربما هذه الصورة دكتور يسري هي على عكس ما يثار حول أن الولايات المتحدة هي تقف في الخلف ما وراء المؤامرات التي كانت تثار ضد مصر لإطارة الفوضى فيها. سأعود إليك الإجابة على هذه نقطة، لكن سنواصل مع حضراتكم النقاش مشاهدينا حول تطور العلاقات ما بين الولايات المتحدة ومصر بعد الفاصل. بدينا من جديد نواصل معكم هذه الحلقة من همسة وصل، وسؤالنا فيها: هل ترى أن هناك تحولا إيجابيا في سياسات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه مصر مؤخرا؟ نواصل النقاش، وما زال معي ضيوفنا عبر الهاتف دكتور يسري العزباوي، دكتور حسن نفع السفير عادل العدوي. سيادة السفير عادل العدوي، يعني ربما أثيرت في إطار النقاش أيضا نقطة شديدة الأهمية، وهي التصريحات التي دوما ما تخرج عن الخارجية الأمريكية وتبدو فيها قدر من التفاؤل أو قدر من المرونة في العلاقات، لعل أخرها تصريح اللافت لجون كيري بأن ثورة 25 يناير تمت سرقتها من الكيان الأكثر تنظيما في مصر وقتها، وكان يشير طبعا يعني فيما يتضح ما بين السطور إلى الإخوان. هذه التصريحات لماذا تبدو مختلفة عن سياسات الإدارة الأمريكية نفسها؟ زي ما انت عارفه حضرتك، يعني هو في داخل الاداره الامريكيه في خلافات كثيره بين الاداره وفي ما في الكونجرس، في القيادات العسكريه، في خلافات مختلفه في الراي. لكن انا بعتبر الخطوه اللي هي حصلت مؤخرا ديت، انا بعتبرها مش تحول ايجابي، هو 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 خطوه ايجابيه. ودي طبعا الخطوه الايجابيه دي ما بتجيش من فراغ، بتيجي من نشاط بيتم هنا في مصر، بيحسوا ان مصر ماضيه في خريطه الطريق بكل جديه، مصر بتحارب العربه جديه، مصر بتبذل كل جهد انها برغم كل الظروف الصعبه المحيطه بها انها تحقق قيام الدوله، ويكون لها يعني تواجد، ويكون يعني ماشيه في طريق تنفيذ خريطه الطريق. فانا اعتقد ان دي خطوه ايجابيه، وطبعا زي ما قلت حضرتك ما جاتش من الفراغ، ويجب ان احنا نستمر في تنفيذ المخططات بتاعتنا. التقارب المصري المصالح من اسبابها؟ نعم، المصالح كلها، كل السياسات بتتم بناء على مصالح الدول، يعني في تفكيرها هي ماشيه طبقا لمصالحها.
وطبعا واحنا طبعا مؤكدين احنا ماشيين لتنفيذ المصالح بتاعتنا. فاحنا منفتحين على العالم. مصر دلوقتي منفتحه على كل العالم من الشرق والغرب ولكل القوة، واحنا مستعدين نتعاون مع الجميع من اجل يعني المساهمة في محاربة الإرهاب وبناء استقرار في منطقة الشرق الأوسط وبناء تنمية لصالح شعوب المنطقة. فأعتقد ان الخطوة اللي احنا اللي اتخذت ديت يعني يجب ان احنا نستمر في الطريق بتاعتنا، ده شجعنا ان احنا نمشي في الطريق بتاعتنا، لكن نكون دايما مركزين ان احنا ننفذ اللي احنا عاوزين. واعتقد ان اللقاء اللي تم مع مدير المخابرات المصرية في واشنطن واعلن فيه القضية وتم الحاجات دي كلها يعني طبعا جاءت بعد ودراسة ومش يعني مش حاجة سهلة يعني على الأمريكان انهم يغيروا كده. واعتقد ان احنا اذا استمرينا في هذه السياسة يعني هيكون موقفنا اقوى ويكون اوضاعنا اقوى ويكون كل اللي احنا عاوزينه هنقدر نحققه. طيب السفير دعني اعود الى دكتور يسري العزباوي. دكتور يسري، يعني سؤال يطرح نفسه، هل بالفعل كما ذكرت من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هناك استقرارا في المنطقة، أم أن نظرية المؤامرة التي دوما ما كانت تتهم الولايات المتحدة الأمريكية بدليل موقفها تجاه الإخوان في بداية ثورة 30 من يونيو أنه على العكس يعني يصب في صالح أن تحدث الفوضى في مصر؟ لا اعتقد من مصلحه الولايات المتحده الامريكيه ان تحدث الفوضى في مصر، خاصه وان التعاون العسكري الاستراتيجي المخابراتي بين الدولتين قائما. مصر الان دوله تحارب الارهاب من كل صوب وحد، وايضا الولايات المتحده الامريكيه من مصلحتها ان تساعد مصر في حربها على الارهاب الذي يمتد ليس فقط داخل الحدود المصريه ولكن ايضا خارج الحدود المصريه، فهناك ليبيا، هناك سوريا، هناك ايضا العراق الذي دخلت اليه الولايات المتحده الامريكيه بالقوه ولم تستطيع ان تبني نظاما ديمقراطيا حقيقيا، خاصه وان الجماعات الارهابيه استطاعت ان تبدد كل ما حاولت الولايات المتحده الامريكيه ان تبنيه هناك. هذا هو الامر الاول. الامر الثاني ان السلام بين مصر واسرائيل هو امتداد وهو جزء من استراتيجيه الامن القومي الامريكي، ومن مصلحه الولايات المتحده الامريكيه ان تحافظ على ذلك. ايضا الجزء المتعلق بالدور العربي الشديد الذي مورث خلال الفتره الماضيه خاصه من المملكه العربيه السعوديه والامارات الشقيقه كان دور حتمي ودور ايجابي لصالح عوده العلاقات المصرية الأمريكية. ونحن رأينا الزيارة التي قام بها أوباما إلى المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة لتبديد المخاوف السعودية تجاه مواقف الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الأخيرة التي حاولت أن تضحي بالتحالف العربي تجاه إعادة النظر في العلاقات الأمريكية الإيرانية من جانب، ومن جانب آخر تخفيف الضغط على الدولة المصرية. الأمر الأهم هو موقف الولايات المتحدة الأمريكية من جماعة الإخوان المسلمين والدعم المعنوي والمادي الذي بثته خلال المرحلة الماضية لهذه الجماعة. نعم، هذا أيضا يوضع في الاعتبار في المرحلة الحالية. تعتقد أن هذا الدعم انتهى تماما؟ لا أعتقد ذلك مطلقا، ولكن ربما يكون هناك مؤشر على حدوث نوع من التحول الإيجابي لصالح الدولة المصرية لوقف الدعم، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية رأت حجم العنف ورأت حجم الإرهاب الذي شهدته الدولة المصرية خلال مرحلة ما فض الاعتصام بشكل واضح. وعلى الرغم من أن جماعة الإخوان تنفي هذا، ولكن جماعة الإخوان هي التي هيأت الأجواء وهي التي مارست هذا العنف. هذا من جانب. طيب، أشكرك دكتور يسري العزباوي. سيادة السفير عادل العدوي، مرحلة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أنها بعد الانتخابات الرئاسية واتضاح صورة النظام القادم في مصر ربما تعود إلى سابق عهدها، أم تبقى هذه النظرة يعني التي بها قدر من التوجس، قدر من قريبة حتى على المستوى الشعبي تجاه الولايات المتحدة الأمريكية؟ والله يعني الأمر يتوقف على الظروف، على فهم بيتغيروا حسب الظروف المتغيرة. فأنت طبعا إذا جاءت
هتشوف هتقيم كل حاجه، لكن لازم نحط في اعتبارنا ان هي المصالح هي التي تحدد السياسات، وان الولايات المتحده ماشيه يعني لتحقيق مصالحها بكل الطرق. احنا ما علينا، احنا برضه عايزين نحقق المصالح بتاعتنا، واحنا ما عندناش ان الولايات المتحده تحقق مصالحها طالما انها لا تتعارض مع المصالح، لا تتعارض مع المصالح المصريه. احنا عاوزين نمشي في الطريق بتاعنا، واحنا اذا نفذنا الخارطه في الطريق تماما ونفذنا عمليات الانشاء والتأييد وكل، واحنا طبعا زي ما انت عارف حضرتك احنا دلوقتي بيدعمنا بس مش القوه داخل مصر، النهارده كل الشعوب العربيه بتأيدنا، وهذا ساهم بالتأكيد في تغير الموقف يعني طبقا حتى لرؤى كثير من المحللين. شكرا لك سيادة السفير عادل العدوي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أشكر دكتور حسن نفع أستاذ العلوم السياسية، كما أشكر دكتور يسري العزباوي الباحث في مركز الدراسات السياسية. دعونا نرى أراء المزيد من المشاهدين والمواطنين، استطلعنا أراء عينة عشوائية في الشارع المصري، كيف يرون صورة الولايات المتحدة؟ هل يرون أن هناك الآن تحسن في العلاقات فيما بيننا وبينها؟ أنا مع عدم عودة العلاقات مع أمريكا أصلاً، يعني لأن يعني هم في الأول ساعة الثورة خذلونا. لا والله أنا شايف إن الموضوع ده مش حقيقي، وده طعم من أمريكا، مجرد شراء ود المصريين. أمريكا بتراجع نفسها بنفسها عندما وجدت أن الإخوان الركيزة الأساسية لها في مصر انهارت، وأن الحلم الذي كانت تنادي به وهو الشرق الأوسط الكبير هدم وعلى يد المصريين، وأصبح كأنه حلم سراب. هي ما تعتبرش عودة، بعدين احنا لجوءنا للقطب الثاني الروسي.